بعد مرور أسبوع على بداية برنامج كاش مع باسم، نحن اليوم متواجدين لتوزيع الجوائز الكبرى على الرابحين. تفاصيل أكثر ضمن تقريرنا. ما بعرف، هو محاولة إنه نعمل برنامج مسابقات يكون كتير هيك حقيقي وكتير موثوق وكتير له مصداقيته يعني. وانت مثل ما شفتي اليوم ناس مختلف شرائح سوريا اجوا استلموا جوائزهم، في منهم طلاب، في منهم متقاعدين، موظفين، عساكر، ضباط بالجيش. برنامج مسابقات الهدف منه انه يكون كمان مهضوم بشكل فني جيد، يعني ما يكون الهدف بس انه نحن بس نوزع جوائز، يكون في مادة فنية دم خفيف لطيفة مهضومة. الناس بحاجة انه تقعد تبتسم تشوف شيء لطيف بغض النظر عن الجوائز، بغض النظر يعني انه ان كان حدا شارك معنا او ما شارك معنا. المشاركة هي خيار شخصي، انت ما فينك تقولي لحدا تعا شارك، اذا عنده رغبة يشارك كمان بيشارك ضمن امكانيته، يعني ما بالضرورة يبعت مشاركة بالاف الليرات، ممكن يبعت على قد امكانيته، ممكن احيانا يشارك بمبلغ اكبر اقل. نحن التلفزيون السوري سابقا كان يجمع العيلة السورية، يجمع على مسلسل، يجمع على برنامج، يجمع. هذا الموضوع نحن افتقدناه صار لنا هلأ عدد من السنوات. بهذه المحاولة السنة قدرنا إلى حد ما نرجع نجمع الناس بحيث تتفرج على مادة تلفزيونية بفترة السهرة بعد الإفطار، وهذا شيء أنا مبسوط فيه الحقيقة. يعني بدي عايد الكل، كل اللي عم يشوفونا لهم رمضان كريم، وإن شاء الله عيد فطر مبارك ينعاد عليكم قريبا أنتوا وأحبابكم وأهلكم، وعلى سوريا، سوريا اللي كل ما أنا عم تتعافى وتنهض من أول وجديد، وإن شاء الله بترجع سوريا أقوى وأجمل وأحلى مما كانت بكثير. سهير عزات ركماني، بشتغل ربة منزل. جتني رسالة كاش من 15-55، شاركت فيها وصارت تجيني رسائل وجاوب عليها وربحت موبايل استسعى، يعني جمعت يمكن شيء فوق 2000 نقطة. أميرة نصور، موظفة على الكبس الأرقام، طلع رقمي جهاز موبايل. أنا يونس رمضان، طرطوس حصار البحر. أنا مدرس متقاعد، جهد بالسحوبات واتصلوا فيه وقالوا لي أنت ذبحت الأرشاد. هاد عمار قشاش، موظف بالأمان العام لمحافظة حلب. جاوبت بحدود 7 أسئلة وجائزتي هي سامسونج S9 بلس، مختلفة معلومات عامة وكانت لذيذة كتير وجاوبت عليها وانبسط. مجيد إبراهيم الناصر، محافظة حلب، مريف محافظة حلب. اشتركنا بيه على عدة أسئلة، أسئلة كويسة حلوة كتير ونجحنا بيه الحمد لله رب العالمين. كم سؤال تقريبا؟ يعني حوالي 7 أسئلة. جميل أحمد العليم، بشتغل كوافيرة، من المخرم الفوقاني، من حمص، محافظة حمص. 500,000. تاني يوم من أيام الفطر السعيد بعت رسالة أول البرنامج، قبل انتهاء البرنامج شوي طلع رقمي على التلفزيون. آلاء المعلم من الشام، طالبة، اشتركت بالصدفة، اشتركت وربحت موبايل اتصلوا فيني. محمد أحمد بلاوني من ريف دمشق، منطقة سبينة. والله شاركنا من أول رمضان، احنا عم نشارك كل يوم عم نبعث، بس يطلع البرنامج نضل نبعث رسائل. هنا صالحاني من الشام، 6 بيت، هيك صدفة الله جابها دخيل اسمه 500,000. شيرين صبحة من ريف دمشق، ديماس البلد. أنا طالبة أعلام، بعتوا لي مسج إنه بتشتركي بالبرنامج كاش مع باسم في جوائز وهيك، فأنا حبيت اشترك، يعني قلت بجرب حظي والحمد لله، يعني إنه مبارح تفاجأت بالاتصال، يعني أنا ما كنت متوقع أبدا يجيني الاتصال. يعني ردينا واشتركنا وسحبنا رقم وطلع الحظ إنه ربحت موبايل A8. أنا اسمي علي حسن من اللاذقية، دفاع وطني، دوامي بالميادين بدير الزور. والله بعثوا لي رسائل أسئلة وأنا جاوب عليها، بعثوا رسائل جاوب عليها، والله كرمنا واتصل فينا الأستاذ باسم مباري بالله، قال ربحنا المليون. أنا فيصل الخطيب من حمص القريتين، متقاعد، عندي الأولاد كلهم يدقوا ونحن من دقوا، واتصلوا فيها قالوا لي أنت ربحان، جائزة جهاز 9. ناهدة خيزران من السويدة، جائزتي موبايل وطلع رقمي من الرابحين حظ. We'll be right back.
كاش مع باسم لسه ما خلصت، لا تنسوا كل أسبوع عشرات الليرات الذهبية والملايين والموبايلات إضافة للجوائز اليومية. ما عليكم إلا تبعتوا كاش على 1-35، إن شاء الله تكونوا من الرابحين. كنت معكم لاني نار تي في، ريهام مجر.